وحول النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، أكد الرئيس السيسي أن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة سكن لكل المصريين. رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره.